التقييم في مصر في مشكلة كبيرة. ليه في مشكلة كبيرة؟ لأنه هو تقييم قايم على شيء، على عوامل مش عملية، يعني مش تقييم عملي أو تقييم بدراسة، ولا هو تقييم وخلاص. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا إن إحنا عندنا حاجة اسمها الصيت ولا الغنى، يعني المخرج الفلاني أو الممثل الفلاني متصيت، هو عمل الفيلم الفلاني نجح كويس، فيلم هايل وكل حاجه، بس مثلا ممكن يبقى عمل 7-8 افلام كمخرج مثلا، وعمل 3-4 مسلسلات، نجح له فيلم واحد ويبقى المخرج الكبير. طب انت مخرج كبير زي مثلا استاذ دود عبد السيد، طب انت مخرج كبير زي استاذ محمد خان، طب انت مخرج كبير زي استاذ فلان الفلان، ما انا مش فاهم. فانت التقييم نفسه، اللي الالقاب اللي الناس بتطلقها على الناس اللي حضراتكم كصحفيين وكاعلاميين بتطلقوها على المخرجين والممثلين، بتخلي الناس تشوف روحها بلا سبب مفهوم. فاحنا عندنا مخرجين وممثلين وناس كتير في المهنه محطوطين تحت بند انه نجم كبير، وهو مش نجم كبير ولا حاجه، مش نجم كبير ولا حاجه. انت قلت عليه انه نجم لمجرد ان نجح له فيلم، او قلت عليه انه نجم لمجرد انه مثلا عنده عملين من 10 نجحوا. طيب ده مش منطق.